خلينا نبارك لانديه المنصوره والسويس وسبورتنج وديروت والترسانه وفريق ما بين الانتاج الحربي وكهربه الاسماعيليه، دول اللي صعدوا لدوره الترقي للصعود للدوري الممتاز، يعني هيلعبوا مع الثالث من دوري المحترفين. ادي بعض اللقطات السريعه، يعني كانت شغلانه جميله يعني وحلوه. ده نادي سبورتنج، وان شاء الله بكره هنتكلم بالتفصيل عن هذا الامر. ارجع تاني لهيثم عرابي واسالك، طب انتوا بتعملوا ايه مع اللعيبه؟ بتعملوا ايه مع اللعيبه؟ اكيد بيحصل دروب بعد الخساره، بعد 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 الدنيا عامله ازاي مع اللعيبه؟ الحاله النفسيه، الحاله المعنويه، المسانده اللي بتعملوها. سريعا، اول مبروك لبلدي طبعا المنصوره. ماشي، الف الف مبروك للاعبين محمد بشير. نعم. عايز اقول لك ان احنا محظوظين جدا يا كابتن بوت اللبسه. فيها شويه نفسيات، يعني انت عاده بيبقى عندك 60 70 80. انت معاك نجم كبير برضه زي علاء ميهوب، حاجه تقيله يعني. تامر مصطفى عنده خبرات طبعًا جيده. نعم طبعا، بس نفسيات اللعيبه نفسها، انا طبعا لسه اذكر كل اسم. نعم. مسهله علينا التعامل. أي. اللعيبه بيبقى عند المسؤوليه لما بيكون فيها اخطاء بيبقوا. نعم. يعني للامانه من الحاجات اللي مسهله شغلنا اوضه اللبس موجوده ونوعيه اللعيبه اللي موجوده. هسالك سؤال ما تزعلش مني، يعني براحتك. هو انت للدرجه دي نفسك ترجع النادي الاهلي حتى بتخسر في السوبر تسيب الدنيا كلها وتروح تسلم على المجلس وتسلم على الاداره والحدوته؟ لسه حلم حلم العوده النادي الاهلي جوه هيثم عرابي؟ بص يا كابتن، احنا خسرنا من الزمالك. نعم. في الكونفدراليه. رحت سلمت على الاستاذ عمرو الجنايني، على الاستاذ احمد سليمان اللي هو احمد سليمان، والكابتن حسين لبيب مع شوف. مختلف مع كابتن حسين لبيب. لما خسرنا من بيراميدز رحت سلمت على المهندس محمود وحيد. انا راجل مش هيثم عرابي هنا، انا هنا مودرن فيوتشر. ممدوح عيد المهندس ممدوح عيد. مش تمام. معنا ممكن اختلفت معاهم في توقيت ما، لكن انا عندي روح رياضيه بعد المباراه. ممكن اكون سلمت على الناس كلها طبعا، اسالهم اي ماتش. بس انت بيني وبينك يعني كده تمام، من جواك مش نفسك ترجع النادي الاهلي؟ بص، حلم الاهلي ده هيفضل مهما حصل، ولكن في نقطه دلوقتي انا مهمه جدا بالنسبه لي. وهسالك سؤال، اسمحني بسرعه كده. تمام. كم واحد في المجال ده وقف في ظهرك كابتن شوبير؟ كم واحد في المجال ده تقدر تقول ان هو وقف في ظهرك وانت شايلها؟ مش عدد كبير، لكنه ممكن اقول لك مثلا دكتور وليد دعبس مثلا ليه واقفه معايا ودايما بحكيها في كل مكان. لكن في شخصيات كتيره هايله بحبها واحترمها، لكنه اذا كنت عايز تربط عشان انا قاري سؤالك فعشان كده قايل لك الدكتور وليد دعبس عشان هو جدع يعني. بالظبط. في موقفين. نعم. موقف مش هقدر احكيه على الهواء. نعم. والناس ممكن يعني مره تانية انا ممكن امشي بكره مفيش مشاكل خالص، بس لا انا بحكي موقف دكتور وليد دعبس معايا في وقت الكل تخلى عني، هو الوحيد اللي وقف جنبي. بالزبط. يعني دايما بقول يعني لا، هو له موقف انا. نعم. هيفضل في رقبتي. نعم. يعني انا حتى بقولها له، بقول له الموقف. نعم. ده نقلني من واحد ماسك. طب اجري عشان عايز الحق معاك. اخد وقر واعترف معاك يعني. من واحد ماسك النادي. بعتبر الكابتن الدكتور وليد اخ. مدى الحياه. نعم. لان الموقف مش اي واحد يقف في ظهره. بس لسه حته النادي الاهلي جوه طبعا يا كابتن. خرجت النادي الاهلي بشكل وحش؟ لا ما تهزليش دماغك. قول لي او لا. انا قاعد معاك النهارده بسبب النادي الاهلي يا كابتن، فانا شايل ده. ابويا رباني على ده، فانا شايل ده. انت شايل ده لسبب. ولا شايل من ده؟ لا شايل ده لسبب. انت ممكن تختلف مع الاشخاص بس ده ملوش علاقه بالنادي. لسه مختلف معاهم؟ انا حاليا لا، والله ما في. انا مش شخص بتتقابلوا بتتكلموا بتاع ولا حاجه؟ ما قابلتش الاشخاص بس قابلت. لا اقول لك على حاجه، الناس كلها بتتكلم على محمد فضل مثلا. كابتن محمد فضل في السوبر في الامارات. جه سلم عليا وسلمت عليه، وبعد الماتش وانا معدي باركت له. لكن ما فيش حوار بينك وبين حسام غالي؟ لا ما فيش، وما فيش مشاكل بيني وبين حسام يعني. نادر. نادر شوقي الفتره الاخيره. من الشخصيات اللي انا كسبتها كاخ وصديق. حتى لما قعد اتكلم معايا في الموضوع دوت هو وصل له، قلت له انا ما فيش اي حاجه، انا اتظلمت في حته معينه وخلاص. وانت جبت اوفونا؟ مش الاهلي هو اللي جاب ايفونا؟ لا لا لا، في شغلك وانت كمدير تعاقدات. مين ابرز اللعيبه؟ ايفونا، حجازي، فتحي، رامي ربيعه، رجعته، السوليه. كان ليا دور في السوليه. جان انتوي. محمد حمدي زكي، صالح جمعه. في لعيب اسمه عمر وائل، ايه مشكلته؟ مش فيش مشكله. عمر وائل ده حاليا معانا في مودرن فيوتشر، كان احترف في البرتغال، هو 2005 منتخب كابتن وائل، احترف من وادي دجله. تمام. ومشروع نجم كبير جدا. وخدناه الحمد لله، كان رايح نادي تاني ولكن ربنا كرمنا وهو عندنا وهياخد فرصه الفتره الجايه. مفيش مشاكل يعني؟ لا لا لا. بقول لك ايه، وانا بقول اسماء المنصوره وسبورتنج وديروت والترسانه والسويس والانتاج وبتاع، عينيك لمعت. ناوي في حد هناك كويس؟ في لعيب عجبني ولكن مش هيثم. لعيب. في اكتر من لعيب بس. انا اكيد في لعيبه كويسه جدا، ولكن دكتور ريد برضه عاجبه لعيب. كابتن تامر لسه بنتكلم، احنا بنشتغل في منظومه كابتن شوبير، مش هيثم عرابي بس اللي بيجيب ولا الكلام ده خالص. شايف ان صفقه اوفونا كانت هي سبب زياده شعبيتك وسط جمهور النادي الاهلي؟ لا، قعدت في المغرب يجي استاذ منصور. هو اللي استاذ منصور كان
كان بيتكلم كتير في الصفقه، فالناس خدت الصفقه على انها حرب. كان بسيط يعني. خلي بالك كابتن، عايز اقول لك على حاجه بقى سريعا جدا. حلو. احنا احيانا بناخد كريدت اكتر ما نستحق. يعني ليه؟ رئيس النادي في الوقت ده الباشمهندس محمود طاهر، او مثلا حاليا الدكتور وليد، او كابتن محمود طاهر. كان كويس طبعا، شخصيه محترمه جدا جدا. في الاخر رئيس النادي هو اللي بيحط البادجت، واحنا دورنا تنفيذي، بنقترح احيانا، بنشتغل في مجموعه. فبناخد كريدت اكبر من اللازم. انت اللي بعت ايفونا ولا ما كنتش موجود لما اتباع؟ انا ما كنتش موجود اللي اتباع، بس انا قلت لهم هيتباع. مش موجود ليه؟ تمام. مش انت كنت موجود مع المهندس محمود طاهر؟ تسع شهور. انت مشيت في فتره المهندس محمود طاهر؟ والله. ليه مشيت ليه؟ انا قدمت سالته ليه. مش حابب اتكلم قوي فيها. سريعا كده اديني هنت كده صغير. احيانا كابتن انا اتعودت ان انا ما اكونش موظف. احيانا خلي بالك برضو تربيه بره. الشغل شغل، وانا عايز مساحه طبيعي بتنجح بيديك مساحه اكتر. فانا حسيت في التوقيت ده ان انا مش هقدر اعمل اي حاجه. مشيت بخلاف مع المهندس محمود طاهر؟ مش خلاف، كان يعني حاجه كانت لعب شخص معين للاسف الشديد، ولكن خلاص يعني. ما زعلت لما قالوا عليك بتاخد عمولات؟ مين في مصر ما اتقالش عليه يا كابتن؟ بس تعالى في الاوضه المغلقه. انا ممكن العيب الوحيد اللي الناس دايما بتقوله لي ان انت ما طلعتش دافعت عن نفسك. وانا دايما بقول عن نفسك دلوقتي. الايام كفيله توري مين بيعمل ايه ومين عمل ايه. عمرك خدت عموله؟ ربنا وحده الاعلم. يعني ربنا وحده الاعلم. في موضوع حجازي ده وانا عدتها 100,000 مره، اللي قال لك حاجه زي كده. انا اصلا جايب حجازي فري. فدي يعني دي كانت من الحاجات اللي مجنناني. يقول لك اصل في كذا. بس انا عايز اقول لك تتعمل السهل جدا يتعمل عليك كومبينه لو مالكش ظهر في المجال. كومبينه من مين؟ من اي كان اللي ما يحبكش. تمام. كتير اللي ما يحبكش. مش حكايه كده، انت احيانا ممكن ناس مؤثرين. اكيد في ناس مؤثره. بس في انت ليك مساحه معينه. احيانا لما بتعدي المساحه ده بيضايق ناس كتير قوي. هل لديك اقوال اخرى؟ اشكرك كابتن، نورتني وشرفتني، وانا بشكرك على موقفك من احمد رفعت. طبيعي ومنطقي، لكنه كان شيء جميل وشيء يحسن.